ألبوم جديد للنجم أنتوني توما، بدنا نقول له ألف مبروك عبر أغاني أغاني ونعرف كل التفاصيل. أهلا وسهلا فيك أنتوني. Thank you so much. أول شيء لأنكم جيتوا، وألبومي الجديد اسمه Maintenant c'est l'heure، هذا أول ألبوم لإلي، فيه 12 غنية كلهم بالفرنساوي، في واحد منهم مع إنريكي إغليسياس إنجليزي فرنساوي. وMaintenant c'est l'heure يعني هلأ صار الوقت، مثل ما بيقول هلأ صار وقت طلع أول ألبوم، هلأ صار وقت حقق حلمي من أنا وصغير، وهلأ صار وقت شوف العالم إذا يحبوا ولا لا. أنا كاتب وملحن ثلاث أرباع هذا الألبوم، فـ I can't wait شوف الرياكشنز تبع العالم. فيه كتير قصص شخصية لإلي، وفيه قصص كتير جنرال برقص وهيك، كاتب عنهم أشخاص أنا خسرتهم بحياتي، إن كان عالم كنت معهم ريليشن شيب ولا عالم جوز خالتي مثلا، كاتب عنه غنية مات من الكانسر وفل. وفي أغاني أكتر فرحة، وكل غنية لها قصتها لحالها، وكل غنية حطيت قلبي وكل روحي فيها، لأنه كان بدي أنه الغنية ينسمع من أول لآخر، ما تحس أنه جاء بالك تغير غنية أو في أغاني تلعبوا الألبوم، ما في ولا غنية موجودة كان يلعب الألبوم، كل غنية لها معنى ومحلة بالألبوم. الألبوم صار موجود بكل مكاتب الموسيقية وطبعاً بفيرجن ميجا ستور، خبرني شو راح تصور منه كليبات؟ بعد هلأ عم نشتغل على أول كليب اللي هو رح يكون La Colère du Monde. هاي غنية بتحكي عن الطبيعة، يعني غضب العالم، بتحكي عن الطبيعة وبتحكي عن كيف نحن هاملين الطبيعة، فهذا رح يكون أول كليب، وإن شاء الله يكون مخرج لبناني رح يعمله، وأنا مبسوط بهذه الشغلة. وبذات الوقت عم نحضر ديو أنا ومحمد عطية اللي موجود كمان اليوم، كمان هذا رح نحضر له كليب، فهول الكليبين هلأ next step. طب نسمع عن ديو مع إنريكي، كيف كان وكيف كان هيك إنريكي معك؟ أدي لذيذ، أدي صرتوا أصحاب. إنريكي إغليسياس هو بعت للشركة الإنتاج تبعيته أنه حابب يعمل غنية مع حدا فرنساوي، فرحت على ميامي تعرفت عليه، كان شخص كتير متواضع وكتير اتفقنا سوا، يعني حضرنا الغنية كتير بسرعة لأنه انبسطنا فيها. أنا لحنت بارتي منها لأنه كان بيتبول يغني راب، أنا كان لازم لحن بارتي كمان غنيها بالفرنساوي. كيف Dancing with the Stars؟ Dancing with the Stars بعقد كتير، مبسوط، جو كتير حلو، وعم اتعلم كتير رقص عن حالي، وقد صعب الرقص ما كنت متوقع يكون هالقد، فمبسوط كتير الحمد لله. بيقولوا انه شوي بلبنان بس يكون نجم بده ينطلق للعالميه ما كتير بيامنوا فيه، ما كتير بيوقفوا حده وما كتير بيشجعوه، قد ايه اليوم شايف انه هيدا الشيء مش مزبوط معك؟ يعني الناس كلها واقفه حدك وبتحبك، عم نشوف مظاهره فنيه اليوم بالفيرجن ميجا ستورز مع عدد كتير كبير من الفانز. أنا كتير كتير مبسوط، يعني ما في تتخيل قد هذا الشيء بيأثر فيه، لأنه من سالي 4 سنين بتشارك مع العالم أنه فينا نعمل شيء حتى لو ما بنغني بالعربي، وأنه الشاب فيه يوصل من هون لبرا، فأنا كتير مبسوط. هذا الألبوم أنا عملته بفرنسا ونزل بفرنسا قبل ما ينزل بلبنان، بس لأنه أنا كنت بلبنان بفرنسا وقتها نزل الألبوم وتخلص الألبوم، فاليوم مثل ما شايف قد في عالم صار لهم هون من الساعة 4 ناطرين حرام، وكتير كتير مبسوط. إن شاء الله يكون عالم فهموا المساج أنه في واحد يوصل إذا اشتغل وإيمان بحاله، وأكيد أنا بتكل عليكم أنتم الميديا والتيفيات وكل العالم اللي بحبوني أنه يدفشوني لقدام.